في عدوانه الغاشم على قطاع غزة لا يفرق الاحتلال الإسرائيلي بين أخضر ويابس، وتطاله آلاته الدموية كل مظهر من مظاهر الحياة في القطاع المحاصر، وباتت مدارس النازحين في غزة هدفا مباشرا للقصف العشوائي. في ظل تصعيد متواصل على قطاع غزة تتكشف فصول جديدة من انتهاكات الاحتلال الصارخة لحقوق الإنسان، حيث لم تتوقف آلة الحرب عند حدود منازل الفلسطينيين بل تجاوزت ذلك لتطال مدارس النازحين. ففي فصل جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة استهدفت نازحين بإحدى مدارس الإيواء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. فبحثاً عما يدعى بالأمان في غزة وهرباً من نيران الاحتلال، لجأت الأسر الغزية للمدارس بعدما أجبروا على النزوح ومغادرة منازلهم مراراً جراء حرب الاحتلال الغاشمة الدائرة منذ أكثر من عام. دينهم في أمان الله وما لقينا غير خبطة فوق رأسنا. لأنها هيك هزت كل الصف وكل الرد طلع فوقينا. نحن بيتنا راح بيت أهلي، كله نزل في الأرض وإحنا قاعدين مأس الإواء، لأنه مش مكان يقوينا أو يعني نقعد فيه. ورغم الظروف القاسية ونقص المعدات والاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، يكافح الدفاع المدني في قطاع غزة لإنقاذ أرواح الفلسطينيين في مهمة تجاوزت كونها مجرد وظيفة إلى هدف إنساني وحياة مليئة بالمخاطر وسط ظروف صعبة. كما نرى طواقم الدفاع المدني تعمل بمعدات بدائية ومعدات بسيطة، لذلك طواقم الدفاع المدني منذ اليوم الأول للحرب هي تطالب وتناشد جميع المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بضرورة توفير وإدخال المعدات لجهاز الدفاع المدني من معدات وبواقر وأجهزة الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض، حتى ليتسنى لهم على العمل في وقت أقل والعثور على من هم أحياء تحت الأنقاض بصورة أسرع. مدارس النازحين إذن باتت هدفا مباشرة للقصف العشوائي، وكأن الاحتلال يريد أن يغلق كل نافذة أمل ويمحو أي بقعة آمنة للضعفاء والمستضعفين يفترض أنها محمية بالقوانين الدولية والإنسانية.